ربع من صوت لبنان. ماذا في العناوين؟ البنزين ارتفاعا 70,100 ليرة والمازوت 54,400. أي شخص بياخد أكثر من 4,000 أي سيارة بتمنى ياخدوا نمرة هالسيارة ويزودونا فيها لأنه ما فيهم كل واحد يطلع تعريفة على كيفه. انتهى دور الأرض واليوم لبنان في سماء الفاتيكان. الفاتيكان والمجتمع الدولي مستعدين يساعدوا، لكن في بعض المعايير المطلوبة بالنسبة للإصلاحات بالنسبة للطبعا الحكومة وغيرها. محاولة أمريكية فرنسية لإقناع السعودية بالعودة إلى لبنان. مجلس النواب أقر البطاقة التمويلية 93 دولار للعائلة والتشريج على الحكومة. دولة الرئيس المكلف لازم يحسم أمره إن كان بيريد يألف أو إن كان بيريد أنه يعتزل. هذه هي دولة الهفوات والأخطاء، وسوري غلطنا بسعر التنكي، واليوم جدول أسعار جديد للمحروقات يرفع صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 70,100 ليرة و 72,200 ليرة لصفيحة 98 أوكتان والمازوت إلى 54,400 ليرة، أي بزيادة نحو 25,000 ليرة في غضون يومين. إنها هفوة السلطة وخطأها لإذلال الناس يومين إضافيين. رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض أكد لإذاعتنا هذا الصباح أن تعرفة النقل داخل بيروت هي 8,000 ليرة. كنا طالبين من الدولة أن يعطوا السائقين يومين 20 صفيحة بنزين على سعر 40,000 ليرة لبنانية. كنا نحن نتمنى يعطينا 20 تنكي لحتى ننزل الراكب ل 3,000 ليرة لبنانية، ولكن في ظل غلاء الأسعار وغلاء قطع الغيار التي تحسب على سعر الدولار على 20,000 ليرة لبنانية اضطرينا نحن نعمل سعر راكب ل 8,000 ليرة لبنانية. ويرفض المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر القرار الأحادي، مشددا على أن التعرفة هي 4,000 ليرة ما لم يصدر قرار بزيادة التعرفة عن وزير الأشغال والنقل. وقال لصوت لبنان أيضا ما بيقدر حدا منه لحاله يطلع التعرفة، مشان هيك هذا الشيء بتقرره النقابات المعنية. نحن بالاتفاق مع القرارات المعنية هن بيقترحوا علينا، معالي وزير الأشغال العامة والنقل هو اللي بيطلع القرار النهائي بتحديد التعريفة والتسعيرة. هي السند بال4,000 داخل بيروت، وأي شخص بياخد أكثر من 4,000 أي سيارة بتمنى ياخدوا نمرة هالسيارة ويزودونا فيها لأنه ما في كل واحد يطلع تعريفة على كيفه ويشتغل على كيفه. النواب يشرعون وعينهم على الانتخابات النيابية، ويصدرون في مطابع مجلس النواب بطاقة تمويلية شبيهة بطبع الليرة في مصر في لبنان، ويعطون الناخب شيكا من دون رصيد، تاركين للحكومة تدبير أمرها بتحديد آلية عمل البطاقة وتمويلها وتشريجها شهريا. هؤلاء هم نواب الأمة، نواب السلسلة قبل انتخابات 2018، ونواب البطاقة قبل انتخابات 2022، نواب زوروني كل 4 سنوات مرة. إذن أقر مجلس النواب البطاقة التمويلية الإلكترونية، إلا أن تنفيذها رحل إلى الحكومة مع تضمين القانون إشارة إلى وجوب اتخاذ الحكومة قرارات بترشيد الدعم. فهل المقصود الحكومة المستقيلة أم الحكومة التي لم تؤلف بعد؟ وبلغت القيمة الوسطية لما سيدفع شهريا ل 500,000 عائلة 93.3 دولارا بكلفة تصل إلى 556 مليون دولار، على أن تسدد
المحددة من القروض والهبات التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة، ومن خلال فتح اعتماد استثنائي من أجلها، أي من الاحتياطي الإلزامي. وأعطى المجلس الحكومة مهلة أسبوعين لتمويل البطاقة بالتشاور مع البنك الدولي وإقناعه بصرف قرض 246 مليون دولار المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي لتمويل البطاقة. النائب حسن فضل الله اعتبر أن معايير البنك الدولي لا يمكن تطبيقها، لأن البنك يعتبر أن الموظفين والمتقاعدين لا يستحقون الدعم، في حين أن ثلثي الشعب يحتاجون إلى مساعدة. رئيس المجلس نبيه بري رفض تخصيص مبلغ 900 مليون دولار الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد في آب لتمويل البطاقة، وطلب وضعه في الخزينة على أن يصرف بموافقة مجلس النواب. ومن بين المشاريع والاقتراحات التي صادق عليها مجلس النواب قانون الشراء العام، والاقتراح المتعلق بتمديد العمل بالقانون 199 المتعلق بتمديد المهل إلى 31/12/2021 كما أعلنت النائب رولا الطبش. تمديد العمل بأحكام القانون 199 ليشمل كذلك تمديد القروض المصرفية وتمديد تسديد جميع الضرائب والرسوم وتمديد تسديد كل الغرامات المالية المقررة بموجب موازنة 2020. وأقر مجلس النواب أيضا تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية. وفي الجلسة المسائية أقر المجلس الاقتراح الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية الذين صدرت مراسيم وضعهم على جدول الترقية اعتبارا من 1/1/2020، كما أقر القانون المتعلق بإعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة، وأقر قانون إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان كأموال جديدة الفريش ماني. مجلس النواب كان انعقد في جلسة سبقت انعقاد الجلسة التشريعية، خصصت لانتخاب عضو في المجلس الدستوري مكان القاضي المتوفي أنطوان بريدي، وانتخب المجلس القاضي ميشيل طرازي الذي نال بعد جولتي اقتراح 52 صوتا مقابل 37 لصالح القاضي والوزير السابق البير سرحان، مع وجود 3 أوراق بيضاء. وكان نواب الجمهورية القوية قد انسحبوا من الجلسة التشريعية بعد مشاركتهم في جلسة انتخاب عضو المجلس الدستوري. في المواقف أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن الحل الوحيد لإنقاذ لبنان بات برحيل هذه المنظومة عبر إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تسمح للتغييريين بأن يقولوا كلمتهم ويضع البلاد على سكة التعافي. كلام الجميل جاء في خلال لقائه السفير المصري ياسر علوي، وتم التشديد على خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد من جراء التعنت الذي يمارسه الطرفان المعنيان بالتشكيل، والذي أوصل لبنان إلى الانهيار ووضع اللبنانيين أمام مصير قاتم. والتقى الجميل أيضا السفير التركي الجديد علي باريش أولوسو في زيارة تعارف جرى في خلالها عرض المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل اتهم نوابا بالتهريب وأجهزة أمنية بتغطية هذا التهريب، ودعا إلى حسم التأليف سلبا أم إيجابا. قلت الرئيس المكلف لازم يحسم أمره إن كان بيريد يألف أو إن كان بيريد إنه يعتذر، وإذا لا ما حسم أمره واستمرينا بالمماطلة لازم المجلس النيابي يحسب أمره، سرد القرار لإله أو بأنه يعمل التعديل الدستوري اللازم بوضع مهل إذا صرنا بهالإعاقة الوطنية الكاملة بأنه يحل نفسه أو يقصر ولايته. مصادر في التيار الوطني الحر لفتت إلى أن التيار قاب قوسين من إعلان استقالة نوابه من البرلمان نظرا إلى عجز التوصل إلى حل مشكلة تأليف الحكومة. هل انتهت حلول الأرض وصار دور السماء؟ يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان يرعاه في الفاتيكان البابا فرانسيس للتشاور مع قادة الكنائس المسيحية اللبنانية. ويكتسب اللقاء اليوم أهمية استثنائية كونه من المناسبات النادرة التي يجمع فيها البابا قيادات مسيحية من الكنائس الشرقية والغربية لمناقشة اقتراحات لإنقاذ بلد ما. وكانت مدينة باري في جنوب إيطاليا قد استضافت لقاء صلاة من أجل الشرق الأوسط عام
2018 شمل كنائس المنطقة كافة. البابا دعا المؤمنين الذين اجتمعوا في باحة الفاتيكان إلى الوحدة معنا روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها، وأن يظهر مجددا وجهه وجه السلام والرجاء. وتلا البابا التبشير الملائكي وجاء فيه: سينظم هنا في الفاتيكان يوما خاصا للصلاة والتأمل من أجل لبنان مع قادة الكنائس في بلاد الأرز. سنستلهم من النص البيبلي الذي يقول إن الرب الإله لديه أفكار سلام. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون غرد هذا الصباح كاتبا: يشارك العالم قداسة البابا فرانسيس الصلاة والتأمل من أجل لبنان. دعوتنا معا مسيحيين ومسلمين أن نوطد قيم الحق والعدالة والتوازن والاحترام المتبادل التي ترسخ وحدتنا الوطنية، فنعيد معا لوطننا رسالته الفريدة في العيش المشترك في محيطه والعالم. في لبنان فلنصلي إذن للوطن، ولتقرع أجراس الكنائس وتعلو أصوات المآذن اتحادا مع الفاتيكان من أجل لبنان. تقرير لجوزفين أبي غصن. يحمل قداسة البابا فرانسيس لبنان اليوم بأزمته وحاجاته الملحة إلى المسرح العالمي في لقاء صلاة وعمل، يتسلم في خلاله من رؤساء الطوائف المسيحية أوراق عمل أعدوها حول الوضع في لبنان، ليصار إلى مناقشتها في خلال جلستين صباحيتين مغلقتين في القصر البابوي في الفاتيكان بحضور قداسة البابا والبطريرك الماروني ورؤساء الكنائس، حسب ما أكد لصوت لبنان سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن. مبادرة كثير إلى أهمية على مستوى الكنيسة أو الكنائس كلها، لأنه هذا أول مرة بصير في اجتماع يضم كل الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. والنقطة الأخرى المهمة إنه المحور هو لبنان طبعا، هذا لقاء مسكون في الإطار اللبناني. اهتمام قداسة البابا اهتمام جدي وفعلي، والدليل إنه عم بيكون في يوم مكرس للبنان، ورح يكون طبعا في تغطية إعلامية وتسليط الضوء على الوضع اللبناني على المستوى الدولي، لأنه أي نشاط يصير بحضور البابا في له أبعاد كبيرة، يعني أبعد على المستوى الدولي على المستوى كل الدول. جلسة الصلاة الختامية بعد الظهر مفتوحة في بازيليك القديس بطرس بمشاركة مرافقي رؤساء الكنائس ووسائل الإعلام، ليوجه قداسته رسالتين: الأولى إلى العالم لضرورة الحفاظ على لبنان النموذج، والثانية إلى اللبنانيين ليردد ما سمعوه سابقا من جهات دولية ولم يعملوا به: ساعدوا أنفسكم لمساعدكم. الفاتيكان والمجتمع الدولي مستعدين يساعدوا، لكن في بعض المعايير المطلوبة، طبعا نقول الشروط بالنسبة لوضع لبنان، بالنسبة للإصلاحات، بالنسبة طبعا الحكومة وغيرها، وهذا ما حدا في حل مكان اللبنانيين بهذه المواضيع. هلأ في الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المالية الكبيرة والسياسية ما عادت مسألة أزمة، صارت مسألة حاجة ملحة، وهذه الأمور بدي يتضوى عليها بتقديري باللقاء اليوم وربما بكلمة البابا لاحقا. لبنان الرسالة على الطاولة الفاتيكانية، فهل من مسار تنظيمي لإنقاذ هذا النموذج؟ جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. وفي روما، انهيار لبنان حمل وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وفرنسا جان-إيف لودريان والسعودية فيصل بن فرحان إلى عقد لقاء ثلاثي شكل امتدادا لقرار التنسيق الفرنسي الأمريكي حول لبنان، وتحفيزا للسعودية بالعودة إلى دعم لبنان والمشاركة في إنقاذه من خلال تشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات وبإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليصار إلى الإفراج عن المساعدات الدولية. محاولة إقناع المملكة تأتي في وقت انكفأت فيه الرياض عن لبنان الذي تعتبره تحت سيطرة حزب الله وإيران، وتشكو من الرئاسة اللبنانية المتحالفة مع حزب الله، وترفض الرياض المساهمة بأية أموال لدعم لبنان خوفا من تبخرها كما
سابقاتها في مزاريب الفساد. وتقول رندا تقي الدين من باريس إن فرنسا والولايات المتحدة ما زالتا تؤيدان تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري وتدعمانه، ولكن لا تمانعان في حال اعتذر الحريري لصالح أحد آخر يؤيده. تزامنا أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن باريس وواشنطن تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل فرض عقوبات من أجل حل الأزمة التي تشل لبنان، لافتا إلى أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعمل على حزمة محتملة من العقوبات بناء على طلب باريس. وقال في خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن الموقف الأمريكي شبيه بالموقف الفرنسي بإبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية، وأردف قائلا لا أعرف ما إذا سيتم اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي لأنه نقاش حساس، لكن هناك الرغبة الأوروبية للنظر في عقوبات محتملة في الأسابيع المقبلة، موضحا أن الفكرة هي في وضع نظام عقوبات ما يعطي إشارة للبنان بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية المسؤولة عن العرقلة. في السياق، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السابق ديفيد هيل أن لا دعم خارجيا للبنان إلا بعد تشكيل حكومة تشرع فورا بالإصلاحات، وهذه نقطة مهمة كبداية للخروج من الأزمة. Work now on what is needed to form a government that's good enough and has the capacity to undertake these reforms, and then you'll have the international financial support. And I agree with the different comments about the limitations to that, but that's a necessary ingredient to getting started. وقال هيل أيضا لا أعتقد أن العلاقات الأمريكية الإيرانية ستخلق بيئة قد تشعر فيها إيران بأنها مرتاحة وأنها من الممكن أن تستعمل حزب الله كنقطة ضد إسرائيل، ولن نقوم بتقديم أي خدمة لإيران. ثورة الجوع بدأت من طرابلس نيابة عن كل لبنان وتذكر بساحة النور التي أضاءت كل ساحات الثورة ضد كل الجلادين الجالسين على الكراسي الرئاسية والوزارية والنيابية يتفرجون بدم بارد على شعب يموت ووطن يهلك. إذن شهدت طرابلس أمس إطلاق نار في المدينة خلال التظاهرات الاحتجاجية على الوضع المعيشي وانقطاع الكهرباء، وعمل الجيش على ضبطها، ودخل محتجون إلى شركة كهرباء قديشة في البحصاص وأجبروا الموظفين على تزويد عدد من المناطق بالكهرباء. رئيس البلدية رياض يمق حذر من أن الأوضاع خرجت عن السيطرة. رئيس الكتائب سامي الجميل وفي تغريدة عبر تويتر قال: قلبي في طرابلس وعليها، نقف إلى جانب أهلنا الطيبين الذين يتألمون كما كل اللبنانيين في كل المناطق، لا تيأسوا فالتغيير آت. وتحرك الشارع أيضا في مناطق عدة حيث سجلت احتجاجات في الكولا، كورنيش المزرعة والمدينة الرياضية. وليلا أعاد الجيش فتح المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح يسوع الملك بعدما أقفله محتجون لبعض الوقت. وفي البترون قطع عدد من المواطنين مسلكي الأوتوستراد قرب نفق حمات لجهة الشمال بالإطارات المشتعلة. أما دير الزهراني الجنوبية فدفعت ضريبة البنزين 12 جريحا أصيبوا بالعصي والسكاكين لخلاف على المادة. هذا بلد تغير فيه الكثير بين زمن ناموا وأبواب بيوتكم مفتوحة، وبين زمن لا تناموا لأن السارق والقاتل وراء الباب. جرائم السرقة سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 162% بين الربع الأول من هذا العام الذي شهد 1439 سرقة بمعدل 16 سرقة يوميا، والربع الأول من العام الماضي الذي سجل 550 سرقة بمعدل 6 سرقات يوميا. وارتفعت سرقة السيارات بنسبة 8.8% بحيث سجلت 209 سيارات مسروقة مقابل 192 في الربع الأول من العام الماضي استنادا إلى تقارير قوى الأمن الداخلي. أما جرائم القتل فسجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 42 جريمة بزيادة ضحية عن الفترة عينها من العام الماضي.
في المتفرقات، وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية ابتداء من 1/7/2021 كما وردت إليه من رئاسة الحكومة، باستثناء الترقية من رتبة عقيد إلى رتبة عميد نظرا لعدم إرسال مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد إلى رتبة عميد للتوقيع. نفى حاكم مصر في لبنان ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل سعر صرف الدولار المصري في مقابل الليرة من 3900 إلى 6200 ليرة للدولار، مؤكدا أن الخبر عار عن الصحة ولم يصدر عن مصر في لبنان. صحيا، سجل عدد كورونا 161 إصابة جديدة وثلاث وفيات في الساعة 24 الماضية. حث أممي على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران بعد هذا الفاصل. اعتصام على أبواب المؤسسات الضامنة تضامنا معها لتحصيل حق المواطن في الاستشفاء والتقديمات الاجتماعية. هل من خطر محدق على دولة الرعاية الاجتماعية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادي، ومداخلات لمدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو، ولنقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون، ومعنيين بالقطاع الصحي. الخميس بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطة عصر. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران. نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن لفت إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بضمان ألا تملك إيران أبدا سلاحا نوويا. تزامنا، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أمريكيين أن اتفاق تمديد المراقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أقرب إلى الفشل منه إلى التمديد، وهو ما يعقد المحادثات، وأن وفود التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق النووي لن تجتمع هذا الأسبوع كما كان مخططا. أعلن البيت الأبيض العمل على الإسراع في خروج الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية بحلول التاريخ الرسمي لانسحاب هذه القوات، مع الإبقاء على تواجد دبلوماسي أمريكي كما أمر الرئيس جو بايدن. شدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والإسرائيلي يائير لابيد على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وإقامة علاقات سلمية وودية بين الدولتين. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع استقرار في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية. البنزين ارتفاع عن 70,100 ليرة والمازوت 54,400. أي شخص بياخد أكثر من 4,000 أي سيارة بتمنى ياخدوا نمرة السيارة ويزنطونا فيها، لأنه ما فيه كل واحد يطلع تعريف على كيفه. انتهى دور الأرض واليوم لبنان في سماء الفاتيكان. الفاتيكان والمجتمع الدولي مستعدين يساعدوا، لكن في بعض المعايير المطلوبة بالنسبة للإصلاحات بالنسبة طبعا الحكومة وغيرها. محاولة أمريكية فرنسية لإقناع السعودية بالعودة إلى لبنان. قلت الرئيس المكلف لازم يحسم أمره إن كان بيريد يألف أو إن كان بيريد أنه يعتذر. مجلس النواب أقر البطاقة التمويلية $93 للعائلة والتشريج على الحكومة. النشرة انتهت، نشكر لكم إصغاءكم.